تشارك سعادة الشيخ هالة بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم في جلسة النقاش الافتراضية العالمية صمود الفن عبر منصة زوم، والتي يستضيفها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو للمرة الأولى على مستوى الخليج العربي. وللمزيد معنا عبر الهاتف الشيخة هالة بنت محمد آل خليفة مدير عام إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والأثار. مساء الخير سعادة الشيخة، ولو تحدثينا عن أبرز المواضيع التي سيتم طرحها اليوم في الاجتماع، خاصة ما يتعلق بالتغيرات الطارئة على المشهد الثقافي في ظل أزمة كورونا. مساء النور وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا في ملتقى هذا المساء نتكلم عن التحديات وعن الفرص التي تواجهها الصناعة الإبداعية والثقافية في ظل هذه الأزمة. هناك مسؤولية كبيرة تلقى على عاتق الجميع، ونحن في هيئة البحرين للثقافة والآثار ندرك أهمية خلق مساحات جديدة للحوار، مساحات جديدة للتواصل مع جمهورنا، ولا بد من زرع الأمل والإيجابية. والثقافة بكافة أفرعها تعمل على تغذية الفكر والنهوض بالمجتمعات، خصوصا في ظل هذه التحديات التي نمر بها. وطبعا وتماشيا مع القوانين والأنظمة التي طرأت للتصدي لهذا الفيروس، عملنا على برامج تفاعلية عديدة بهدف التنوير والمشاركة في مسابقات وبرامج افتراضية. نحن نؤمن بأن الفكر الإبداعي وخصوصا في ظل أي أزمة ممكن أن يكون له دور مهم في التثقيف والأرشفة، وأرشفة ما يحدث من حولنا بشكل مغاير. فقد يكون نص أدبي أو مجموعة أعمال فنية أو عمل موسيقي يتحدث عن ما يحدث للعالم في هذه الفترة الغريبة التي نمر بها. ونفخر كل الفخر بالدور الرائد الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة بكوادرها الوطنية الرائعة لحماية أفراد المجتمع وللتصدي الجاد لهذا الوباء بكل السبل المتاحة. وبدورنا نحن كعاملين في قطاع الثقافة لابد من مساندة هذا التوجه والعمل على إضاءة مسارات جديدة للتواصل، ولأن الثقافة هي أحد أهم الأعمدة التي ترتكز عليها المجتمعات الواعية، فبدورنا نقدم كتبا متنوعة على مكتبتنا الإلكترونية، وننشر معارض افتراضية على مواقعنا، ونقدم أنشطة عديدة لغرض التعلم والتثقيف لأبنائنا، بالإضافة طبعا إلى المسابقات التفاعلية التي تطرح بشكل دائم ليبقى التواصل مستمر. نعم. طبعا حديث هذا المساء واللقاء مع المختصين والفنانين والأكاديميين سيولد أفكار جديدة بلا شك، وأراء لابتكار حلول للمرحلة القادمة وللمساهمة في دعم الحراك الثقافي بكل السبل. ولا بد طبعا من التعلم والنهوض بعد أن تنتهي هذه التحديات التي نمر بها. لابد من التغذية ومن التنوير ومن الإضاءة ومن بث روح العمل في المجالات الثقافية. نؤمن بدور قطاع الثقافة إيمان عميق في تعزيز وتحفيز ورعاية هذا الإبداع. نعم، الشيخة هالة بنت محمد آل خليفة مدير عام إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار، شكرا جزيلا لك.